مشاهدينا في المملكة العربية السعودية، السلام عليكم ورحمة الله. نستعرض سويا الأحوال الجوية خلال أيام الأسبوع الأول من فصل الخريف فلكيا لهذا العام. مشاهدينا فاصل ونواصل. مشاهدينا أهلا وسهلا بكم مرة أخرى على الأحوال، خرائط الأحوال الجوية ليوم الأحد. نلاحظ أن الأجواء حارة نسبيا تقريبا في إلى حارة في معظم أجزاء المملكة، أيضا مغبرة في المنطقة الشرقية، وهناك إثارة الغبار والأتربي وأحيانا تدني مدى الرؤية الأفقية. وفي المناطق الشمالية الغربية أجواء حارة نسبيا إلى حارة، العظمى 37 والصغرى 23، المنطقة الغربية حارة 37 إلى 33 مع ظهور السحب على ارتفاعات مختلفة، المنطقة الجنوبية الغربية غائمة جزئيا مع احتمال سقوط زخات رعدية من المطر أحيانا 27-17، الرياض والمنطقة الوسطى حارة 37 العظمى والصغرى 27، المنطقة الشمالية الشرقية حارة نسبيا إلى حارة 35 إلى 21، المنطقة الشرقية مغبرة وحارة 39 إلى 30 درجة مئوية. يوم الاثنين إن شاء الله الأجواء تقريبا حارة، حارة في المناطق الشمالية الغربية والغربية أيضا، والعظمى في المناطق الشمالية الغربية 37 والصغرى 22، المناطق الغربية 42 إلى 32 مع ظهور السحب على ارتفاعات مختلفة، المنطقة الجنوبية الغربية غائمة جزئيا مع فرصة لسقوط زخات رعدية من المطر أحيانا 26-16، الرياض أجواء حارة 38 إلى 27، المنطقة الشمالية الشرقية حارة نسبيا إلى حارة 35 إلى 20، المنطقة الشرقية حارة 37 إلى 27 درجة مئوية. يوم الثلاثاء الانخفاض قليل على الحرارة في المناطق الشمالية الغربية، لكن تبقى الأجواء حارة نسبيا إلى حارة، العظمى 36 والصغرى 22، المنطقة الغربية أجواء حارة مع ظهور بعض السحب على ارتفاعات مختلفة، العظمى 40 والصغرى 31، المنطقة الجنوبية الغربية غائمة جزئيا مع فرصة لسقوط زخات رعدية من المطر أحيانا، العظمى 25 والصغرى 17، المنطقة الوسطى والرياض الأجواء حارة والعظمى المتوقع 38 والصغرى 27، المنطقة الشمالية الشرقية أجواء حارة والعظمى المتوقعة 37 والصغرى 21، المنطقة الشرقية أجواء حارة 37 العظمى والصغرى 26 درجة مئوية. يوم الأربعاء استمرار الأجواء الحارة خاصة في المناطق الوسطى وأيضا الغربية والشرقية من المملكة، والأجواء حارة نسبيا إلى حارة في المناطق الشمالية الغربية، العظمى 35 والصغرى 20، المنطقة الغربية أجواء حارة 39 إلى 31 مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والمنطقة الجنوبية الغربية غائمة جزئيا مع فرصة لسقوط زخات رعدية من المطر أحيانا خاصة في فترة ما بعد الظهر، العظمى 27 والصغرى 17، المنطقة الوسطى والرياض أجواء حارة 39-28، المنطقة الشمالية الشرقية 35-21 وأجواء حارة نسبيا إلى حارة، المنطقة الشرقية أجواء حارة العظمى 39 والصغرى 27 درجة مئوية. الخميس انخفاض في المناطق الشمالية بشكل عام سواء كانت شمالية غربية أو شمالية شرقية، لكن الأجواء حارة نسبيا في المناطق الشمالية الغربية، العظمى 34 والصغرى 20، الأجواء حارة في المنطقة الغربية العظمى 39 والصغرى 30 مع ظهور السحب على ارتفاعات مختلفة، وأيضا أجواء غائمة جزئيا في المنطقة الجنوبية الغربية العظمى 27 والصغرى 16، منطقة الرياض والمنطقة الوسطى أجواء حارة 39-25، المنطقة الشمالية الغربية أجواء حارة نسبيا و 33 إلى 19، المنطقة الشرقية أجواء حارة 39 إلى 26 درجة مئوية.
يوم الجمعة، الجمعة ارتفاع على درجات الحرارة في المناطق الشمالية الغربية العظمى وأجواء حارة، العظمى 36 والصغرى 22، المنطقة الغربية أجواء حارة مع ظهور السحب على ارتفاعات مختلفة، 37 العظمى والصغرى 30، المنطقة الجنوبية الغربية أجواء غائمة جزئيا، هناك احتمال لبعض الأمطار الرعدية أحيانا، 26-17، منطقة الرياض والمنطقة الوسطى أجواء حارة، 39-26، المنطقة الشمالية الشرقية أجواء حارة نسبيا إلى حارة، 35-22، والمنطقة الشرقية أجواء حارة 38 إلى 27 درجة مئوية. مشاهدينا في المملكة العربية السعودية، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.